العجوري يعرب عن قلقه بشأن الوضع الوبائي في ليبيا ويدعو المواطنين إلى التعاون مع الجهات المسؤولة. الثني يثمن دور القطاع الصحي في مواجهة كورونا ويشدد على ضرورة تطبيق الحظر بين المدن. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في ليبيا إلى 713 حالة وتعافي 142 مصابا. أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الثامنة من قناة ليبيا، يقدمها لكم علي قماطي وفرح قدادة. أهلا بكم مشاهدينا وفي نشرتنا كذلك. تنظيم حملات توعوية في جدابية وشحات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. أعرب عضو مجلس النواب يوسف العجوري عن قلقه بشأن الوضع الوبائي في ليبيا، لافتا إلى تزايد معدلات الإصابة مؤخرا مقارنة بالفترة الماضية. العجوري عبر عن أسفه بسبب التهاون الكامل في الالتزام بالإجراءات التي أوصت بها اللجان الطبية المختصة، داعيا الجهات التنفيذية إلى الالتزام بواجباتها. ودعا عضو مجلس النواب المواطنين إلى التعاون التام مع الجهات المسؤولة والنظر بجدية إلى التهديد الذي يشكله الوباء على الجميع، وجها الشكر للمنظمات الإنسانية المحلية والدولية التي تعمل على ملف كورونا وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية. ثمن رئيس الحكومة عبد الله ثني اليوم دور الأطقم الطبية في مواجهة جائحة كورونا، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الصحة سعد عجوب في ديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي. رئيس الحكومة وصف كافة العناصر الطبية والطبية المساعدة وكافة العاملين بالقطاع ولجان الرصد والتقصي لمواجهة كورونا بأنهم خط الدفاع الأول في ليبيا. كما اطلع ثني على الإجراءات المتخذة بخصوص مراكز العزل السريري للحالات المصابة وغيرها من مراكز الحجر الصحي. واتطرق الاجتماع أيضا إلى بعض المشاريع الخاصة بقطاع الصحة في منطقة الجبل الأخضر. أكد رئيس الحكومة عبد الله الثني على ضرورة تطبيق حظر التنقل بين المدن للحد من انتشار جائحة كورونا، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف. وخلال الاجتماع أبدى الثني عددا من الملاحظات على تهون بعض الأجهزة الأمنية في تطبيق الحظر بين المدن، مشددا على ضرورة تنفيذ تعليمات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالخصوص. هذا وتطرق الاجتماع إلى مناقشة سير عمل وزارة الداخلية والأوضاع الأمنية في البلاد. ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا إلى 713 بعد تسجيل 15 إصابة جديدة أمس. وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم 476 عينة لتحليلها، جاءت نتائج 461 منها سالبة ونتائج 15 عينة موجبة. تفاصيل الوضع الوبائي نتابعها في هذا التقرير. أعداد الإصابات بفيروس كورونا آخذة في الارتفاع يوما بعد الآخر. الحصيلة في ليبيا ارتفعت إلى 713 إصابة بعد تسجيل 15 إصابة جديدة أمس. وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم 476 عينة لتحليلها، جاءت نتائج 461 منها سالبة ونتائج 15 عينة موجبة، منها 5 حالات جديدة و10 حالات لمخالطين، مشيرا إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 142 حالة بعد تعافي مصابين اثنين. وأهاب المركز الوطني بالمواطنين إلى ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، والتي تشمل حظر التجول ومنع التجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية. اللجنة الطبية الاستشارية المشكلة بقرار من القيادة العامة
أعلنت تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا أمس الجمعة، وبينت أن معمل كوفيد-19 بمركز بنغازي الطبي استلم عينات لحالتين من الجفرة وأخرى من بنغازي. اللجنة في آخر قراراتها قالت إنه سيتم إيواء المصابين بكورونا الذين لا تظهر عليهم أعراض داخل قسم العزل بمستشفى الهواري العام، في حين سيتم إيواء المصابين الذين تظهر عليهم أعراض متوسطة وشديدة الخطورة في برج الأمل بمركز بنغازي الطبي، بينما خصصت مصحة الإرادة لحجر المخالطين. هذا وطلبت اللجنة الرئيسة لمجابهة كورونا في بلدة الجفرة كافة المواطنين بالالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية. وأوضح عضو اللجنة ومدير مكتب الخدمة الصحية بالجفرة أحمد الصغير أن الفرق الطبية تؤدي عملها على مدار 24 ساعة لمتابعة الوضع الصحي للمصابين. عزل بمركز العزل السريري الكائن بمستشفى ودان العام، وتقديم كافة الرعاية الصحية اللازمة والضرورية للحالات المصابة، وإن الفريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة ببلدية الجفرة سوف يقوم بدوره بأخذ عينات ومسحات من المخالطين لتلك الحالات داخل بلدية الجفرة. أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة سحب 20 مسحة أنفية بلعومية وإحالتها إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمدينة. وبيّنت اللجنة علي في إيجاز لها أن مركزي العزل والإيواء التابعين لمركز مصراتة الطبي وللمعهد القومي للأورام لم يستقبلا أي حالات يوم أمس. وأكدت اللجنة أن مركز شهداء الزروق للكشف المبكر قام بالكشف عن 8 حالات، منها 5 حالات لا تعاني من أعراض فيروس كورونا، إضافة إلى 3 حالات اشتباه. أوضح مدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في سبها عبد الحميد الفاخري أن إجمالي الحالات المسجلة في المنطقة الجنوبية بلغ 292 حالة خلال قرابة شهر واحد. الفاخري أوضح أن نصف الحالات المسجلة في البلاد كانت من المنطقة الجنوبية، 90% منها في سبها. عدد الحالات المصابة من يوم 26/5 حتى 24/6 292 حالة مصابة، عدد الوفيات 11 حالة، وعدد حالات الشفاء 9. الأعمار في الإصابات في جميع الأعمار تتراوح ما بين 4 شهور حتى 92-93 سنة. المناطق فيها إصابات تمتد من الحدود الجنوبية للدولة الليبية حتى مناطق الجفرة. الحالات النشطة في الدولة الليبية حتى مساء أمس 514، منها 272 حالة نشطة في المناطق الجنوبية، 90% منها في مدينة سبها. وحذر الفاخري من وجود عدد من الحالات الموجبة التي ما زالت تتحرك بسلاسة داخل المدينة وخارجها، مطالبا الجهات الصحية بأخذ الحيطة والحذر. وأشار الفاخري لأن هناك أجهزة جديدة وفرق إضافية لدعم الفرق الطبية بسبها، واضح أن المركز سيبدأ بالكشف على 350 عينة يوميا في حال توفرت الإمكانيات. زالت بعض الحالات الموجبة والمصابة تتحرك بحرية داخل المدينة وخارجها إلى مناطق أخرى وبسلاسة. سجلت بعض الإصابات في بعض العناصر الطبية، لذلك نطالب أصحاب العيادات والمصحات الخاصة بضرورة أخذ أقصى درجات الحذر والحيطة ومنع الاختلاط بين المرضى داخلها. بالنسبة للمشغلات، انتهت المشغلات الخاصة بالأجهزة مساء يوم الاثنين الماضي، تم تركيب جهاز أمس PCR جديد في فرع المركز، اشتغلوا عليه عينات واليوم الشباب يشتغلوا، ودعمنا الفريق اللي موجود في المركز بفريق آخر من الفنيين. إذا توفرت المشغلات بكمية كويسة ولجميع الأجهزة بإمكاننا نشتغلوا في اليوم من 350 حالة عينة إذا توفرت المشغلات.
اجتمعت اللجنة الرئيسية لمكافحة جائحة كورونا بمنطقة بن جواد لمناقشة تحديد مقر يتم استخدامه لعزل المصابين وكيفية تجهيزه بالتعاون مع إدارة مستشفى بن جواد العامة. هذا وتواصل فرق الرصد والتقصي أعمالها بأخذ العينات من المخالطين للحالة الموجبة الأولى. بدأ تحديد الحالات المخالطة وبدأت لجنة الرصد بأخذ العينات لإرسالها إلى معمل كوفيد 90 في مدينة بنغازي. 105 تقريبا خذوا منهم العينات كلهم، وكانت النتائج متاعها اللي هو ثاني يوم اليوم نبقوا فقط على الحالات الأولى. نحب نطمن جميع سكان خليج السدرة بأن الوضع إن شاء الله يكون في الأحسن، والحالات اللي أخذت خلال الأمس اليوم طلعت سالبة، ونتمنى الحالات الأخرى اللي أخذت اليوم حتى تطلع سالبة إن شاء الله. والحمد لله الأمور تحت السيطرة والأمور جد طيبة. يوم الأمس أخذت 50 عينة، واليوم إحنا سعيدين إنها كانت جميعها سالبة. ونتمنى من الجميع الالتزام والحرص. الحرص لا يكلف شيء، ولكن عدم الحرص والاستهتار سيؤدي إلى نتائج وخيمة. كشفت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية بنغازي أمس عن رفع حالة الحجر الصحي عن موقع في منطقة الكيش كان محل إقامة أحدى الحالات الموجبة. وأوضحت الغرفة أن رفع حالة الحجر جاء بعد تطبيق الإجراءات الصحية التي نص عليها القانون الصحي ولائحته التنفيذية، موجهة الشكر لأهالي حي الكيش وسكان البناية التي اكتشفت فيها الحالة الموجبة وكافة المساكن المحيطة على تعاونهم مع السلطات الصحية والأمنية في تنفيذ مهامها. قامت فرق الرصد والتقصي في مدينة البيضاء بإطلاق عمليات تتبع لمخالط الحالات الموجبة التي ظهرت يوم الخميس. وأوضحت إدارة الشؤون الصحية أن الفرق التابعة لها تقوم برصد كافة المخالطين وسحب العينات منهم، حيث وصل عددهم إلى 40 مخالطا، مشيرة إلى نقل الحالات المصابة إلى مكان العزل الصحي. كما قامت فرق الرصد بجولة في الحي الذي سجلت فيه إصابات لسحب العينات من أصحاب المحلات التجارية المحيطة بمكان تواجد الحالة المصابة. أعلنت إدارة الخدمات الصحية بتوكرا أمس عن أخذ عينات من بعض طلبة الكلية العسكرية العائدين من الإجازة. وأوضحت الإدارة أن فريق الرصد والتقصي قام بسحب العينات والكشف على الطلبة ورصد أوضاعهم كل حسب المنطقة العائد منها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي للإطمئنان على صحة الطلبة والتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. كشف مركز الرصد الأولي بإدارة الشؤون الصحية البيضاء عن تسليم شهادات الخلو من الفيروس ل 172 شخصا من الخاضعين للحجر الصحي بفندقي برقة والهديل بمنطقة البيضاء. وأوضح المركز أن تسليم الشهادات جاء بعد متابعة فرق الرصد لهذه المجموعة وسحب العينات منهم على ثلاث مراحل. كما قامت فرق الرصد بزيارة فندقي الجبل وآية الجبل للكشف على 84 نزيلا فيهما وسحب العينات منهم، والتي تعتبر المسحة الأخيرة للنزلاء بعد انقضاء فترة الحجر الصحي لهم. وصلت إلى مطار بنين الدولي أمس رحلة قادمة من الإسكندرية بجمهورية مصر العربية مخصصة للمواطنين العالقين في الخارج، حيث كان على متنها 94 راكبا بينهم حالات مرضية مستقرة. وأكدت الغرفة المركزية للرصد ومكافحة كورونا في بنغازي أنه تم استكمال كافة الإجراءات الصحية المتعلقة بالرصد والتقصي وإجراءات الحجر الصحي، وذلك بعد استيفاء إجراءات القادمين من قبل مكتب الرقابة الصحية الدولية والجهات المختصة بمنفذ مطار بنين الدولي. هذا وتم تسكين المواطنين بالمواقع المخصصة للحجر الصحي، وتجري متابعة حالتهم الصحية من خلال الفريق الطبي بالغرفة المركزية التابعة للخدمة الصحية بنغازي. من جانبها أعلنت اللجنة العليا لشؤون العالقين في وزارة الخارجية المفوضة بدء عودة المواطنين العالقين في جمهورية مصر بالتنسيق مع السفارة الليبية في القاهرة. وأكد رئيس اللجنة وكيل الشؤون الفنية محمود التليسي أن عملية الحجر في الخارج ستتوقف تماما
ابتداء من 30 يوليو، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع بقية المؤسسات وعلى رأسها المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الداخلية للبدء في عملية الحجر الصحي داخل بعض المدن الليبية. طالب شباب منطقة بن جواد ببلدية خليج السدرة الحكومة الليبية بالالتفات إلى منطقتهم ودعم قطاع الصحة فيها بعد تسجيل عدد من الإصابات بكورونا. خرجنا اليوم متضامنين مع أخونا وابن مدينتنا الأخ عبد الباري الصيد وأسرته وجميع المصابين بهذا الوباء لما حدث لهم من سوء معاملة وعدم تنسيق وإهمال وتهاون مسبق من قبل الجهات المختصة، إذ نتقدم بشكوانا إلى اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا والجهات ذات الاختصاص ووزارة الحكم المحلي. بما أن منطقة بن جواد منطقة موبوءة عليه نطالب بالآتي: 1- توفير مركز عزل صحي في منطقة بن جواد في أسرع وقت بحكم أنها منطقة موبوءة. 2- توفير المعدات الصحية الوقائية الخاصة بهذا الوباء. 3- تعقيم مداخل وشوارع المدينة. 4- إعادة النظر في تشكيل اللجنة المختصة بأن تكون ذات كفاءة ومهنية ومحاسبة المقصرين والمتسببين في افتعال أزمة داخل. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي صادف أمس الجمعة، قام جهاز مكافحة المخدرات فرع جدابية بحملة توعوية بمخاطر هذه الآفة. نعم علي، تمثلت في توزيع مطويات ومنشورات إرشادية بحجم الأضرار الناجمة عن تعاطي المخدرات بكافة أنواعها. من جانبه أكد رئيس وحدة التحقيق بمكافحة المخدرات في جدابية عبد الفتاح الزواوي على المواطنين أهمية الوعي بالمخاطر التي تنطوي عليها أو ينطوي عليها تعاطي وترويج هذه المواد، إلى جانب ضرورة إرشاد الجهاز والتبليغ عن أوكار المجرمين في المدينة. تم تكليفنا اليوم بالاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات وتوزيع بعض المنشورات على المواطنين لتعرفوا على انتشار وخطر هذه الآفة الفتاكة التي تفتك بالمواطن وبالأسرة البسيطة. نتمنى من المواطن التوعية وارشادنا على بعض الأوكار الموجودة في مدينة جدابية. أطلق فرع مكافحة المخدرات في شحات حملة توعوية بمخاطر المخدرات وأضرارها. هذه هي الحملة التي شارك فيها قسم البحث الجنائي وفوج الكشافة بشحات، جاءت تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. إحياء لليوم العالمي لمكافحة المخدرات، قام أعضاء مكافحة المخدرات في شحات وبالتعاون مع قسم البحث الجنائي وفوج الكشافة بالمنطقة بتوزيع مطويات إرشادية لتوعية المجتمعات بخطر المخدرات الكبير وأضرارها. حملة التوعية تطرقت إلى جوانب عدة، من بينها كيفية التعرف على أعراض الإدمان لدى متعاطي المخدرات في خطوة لزيادة الوعي بالمشكلة الرئيسة التي تمثلها المخدرات غير المشروعة في المجتمع. نحيي اليوم العالمي مكافحة المخدرات. طبعا احنا فوج كشاف شحات بالتعاون مع مديرية أمن شحات وأيضا بحث الجنائي ومكافحة المخدرات في إحياء هذا اليوم بتوزيع النشرات والتوعية على أخواتنا المواطنين. وناشد القائمون على الحملة الجهات المختصة تجهيز مصحات لعلاج المدمنين. من هنا نناشد كافة الأهالي الآباء التأكيد على أبنائهم متابعتهم حتى لا يدخلون على هذه الآفة. من ضمن الاحتياجات لمكافحة المخدرات شحات أن أغلب المتعاطين يتعاملون على أنهم مرضى يحتاجون إلى مصحات لمعالجتهم من هذا الإدمان. ولاقت الحملة تفاعلا من المواطنين الذين أكدوا بدورهم أهمية هذه الحملات لحماية المجتمع. نصيحة مني للشباب اللي ماخذين هالموال بتاع الحشيش وهالخمرة وهال تسكح فيها الشوارع، ونحن نبنو دولة ونبنو نحط يدينا في يدين بعضنا ونبنو نخلي ليبيا واحدة وطنية واحدة. تأتي هذه الحملة في وقت قام فيه فرع مكافحة المخدرات في شحات بضبط أكثر من 100 كيلوغرام من المخدرات خلال النصف الأول من العام الجاري. بعد الفاصل تتابعون. النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يكشف عن عودة أو دعوة تلقاها المستشار صالح لزيارة روسيا.
أهلا بكم مجددا، وهذا تذكير بالعناوين. العجوري يعرب عن قلقه بشأن الوضع الوبائي في ليبيا ويدعو المواطنين إلى التعاون مع الجهات المسؤولة. أثني يثمن دور القطاع الصحي في مواجهة كورونا ويشدد على ضرورة تطبيق الحظر بين المدن. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في ليبيا إلى 713 حالة وتعافي 142 مصابا. أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد حومة أن المجلس تلقى دعوة رسمية من روسيا لترتيب زيارة لوفد برلماني برئاسة رئيس البرلمان المستشار عجيلة صالح إلى موسكو خلال الأيام المقبلة. وأوضح حومة في تصريح لوكالة سبوتنيك أن الزيارة تأتي لمناقشة إعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين، وكذلك مناقشة مبادرة رئيس مجلس النواب الرامية إلى الدفع باتجاه وقف إطلاق النار والعودة إلى العمليات السياسية. المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بلاحق ينضم الينا عبر الهاتف للمزيد من التفاصيل. سيد بلاحق اهلا بك معنا في نشرة الثامنة. اهلا وسهلا بكم، مساء الخير لك ولكل السادة المشاهدين الكرام. نعم سيد بلاحق، في البداية ما تفاصيل الدعوة التي تلقاها مجلس النواب للقيام بالزيارة الى موسكو؟ نعم طبعا هذه الدعوة وهذه الزيارة المرتقبة لفخامة رئيس مجلس النواب تأتي في إطار اهتمام دولة روسيا خلال الفترة الأخيرة وانخراطها بالمشهد الليبي بشكل مباشر من أجل إنهاء الأزمة الليبية، ولعب دور إيجابي من الوصول حل في ليبيا، الوصول إلى توافق وينهي تواجد الغير قانوني للميليشيات الإرهابيين والمتطرفين، و تولى هذه الاتجاهات والوصول الى حل يفضي الى حاله الانقسام في مؤسسات الدوله وعوده الامن والاستقرار الى ليبيا. نعم، طيب هل تم تحديد موعد بالتحديد متى ستكون الزياره اقصد هنا؟ نعم طبعا كان من المفترض ان تكون الزياره يوم الثاني من شهر يوليو المقبل خلال يعني ايام، لكن إلى الآن لم يتم تحديد هذا الموعد بشكل نهائي، وأعتقد بأنه سوف تكون ما بعد الثاني من يوليو، يعني سوف تكون من المتوقع خلال شهر يوليو القادم، لكن أي يوم محدد إلى الآن لم يتم تحديد هذا الموعد بشكل نهائي. طيب بحسب ما أخبر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أن هذه الزيارة ستكون برئاسة رئيس مجلس النواب، لكن هي في الحقيقة لوفد من مجلس النواب، هل تم طرح أسماء، تم الحديث عن أسماء سترافق فخامة الرئيس في هذه الزيارة؟ نعم لا إلى الآن يعني لم يصلني أي تفاصيل بهذا الخصوص. ما أعلمه بأن الزيارة سوف تكون بفخامة رئيس مجلس النواب، تفاصيل عن من سيرافق فخامة الرئيس في هذا الوفد لم تردني أي معلومات حتى اللحظة عن أسماء الوفد الرسمي المرافق للسيد الرئيس. نعم سيد عبد الله، سنكون في تواصل مستمر معك لمتابعة هذه الزيارة وما ستؤول إليه، شكرا جزيلا لك. المتحدث باسم مجلس النواب. اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله ثني اليوم على نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا خلال اجتماع عقده مع وزير الخارجية عبد الهادي الحويج. ووضع وزير الخارجية رئيس مجلس الوزراء في صورة نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب والقرار الصادر من جامعة الدول العربية رقم 85-23 والمواقف الإيجابية التي صدرت عن أغلب الدول العربية الرافضة للعدوان والتدخل الأجنبي وضرورة الوصول إلى تسوية شاملة وإنهاء الميليشيات والمرتزقة الإرهابيين وجمع ونزع السلاح لقيام دولة القانون والمؤسسات.
وتطرق الاجتماع إلى آخر المواقف الدولية والإقليمية حول آخر التطورات السياسية والميدانية، مع الأخذ بالاعتبار مخرجات مؤتمر برلين ومبادرة القاهرة كمرجع سياسي لحل الأزمة الليبية. دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس إلى وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى طاولة الحوار. وجاء موقف ماكرون وبوتين في بيان عقب مباحثات بين الطرفين عبر الفيديو تطرق فيها إلى مستجدات الملف الليبي. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. تواصل باريس نشاطها الدبلوماسي والذي ارتفعت وتيرته في الآونة الأخيرة من أجل إيقاف الأطماع التركية في ليبيا ووقف إطلاق النار وإعادة عجلة العملية السياسية للدوران. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين دعيا إلى وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى طاولة الحوار بحسب ما نقلت وكالة تاس. هذا الموقف الفرنسي الروسي جاء عقب مباحثات بين ماكرون وبوتين عن طريق الفيديو تطرق فيه إلى مستجدات الملف الليبي. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصدر في الإليزي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واثق من القدرة على تحقيق التقدم مع روسيا في حل الأزمة الليبية. ولفت المصدر إلى أن فرنسا وروسيا تريان أن مصلحة مشتركة تتمثل في استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها. وعلى صعيد متصل دعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا لوقف القتال وحثت الأطراف الخارجية على الكف عن التدخل في ليبيا. البيان الثلاثي قال إن التوصل إلى وقف إطلاق النار يشكل عنصرا أساسيا لتهيئة المناخ الملائم لاستئناف الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، مشيرا إلى دعمه لكل الجهود المبذولة في هذا الصدد بما في ذلك المبادرة المصرية حول ليبيا التي قال إنه ينبغي تشجيعها. هذه الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار تشكل عائقا أمام الأطماع التركية في ليبيا يقول بعض. ويقول متابعون أيضا إن تركيا لا يكفيها السيطرة على الغرب الليبي فقط، بل إن هدفها الرئيسي هو السيطرة على مصادر الطاقة المتمثلة في الحقول والموانئ النفطية. أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله ثني اليوم على ضرورة المحافظة على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور حسين محمد. وشدد ثني على ضرورة متابعة الاستثمارات الليبية وحصرها ورصد حجم الخسائر جراء سيطرة الأجسام غير الشرعية على أصول المؤسسة وعوائدها. وطلب رئيس الحكومة مجلس إدارة المؤسسة للاطلاع بدوره في إتمام ما يلزم من إجراءات قانونية لمعاقبة كل من أقدم على المساس أو العبث بأموال المؤسسة، وثمن الجهود المبذولة في حماية الأموال الليبية واستمرار بقائها تحت الحراسة القضائية. شارك وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج اليوم في القمة الافتراضية عن الحوكمة الدولية لسنة 2020 بمشاركة أكثر من 112 جهة دولية وأممية. الحويج أوضح في كلمته بالقمة أن الحكومة الليبية ورغم قلة الإمكانيات تبذل جهودا كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من توفير الغذاء وفرص العمل ومحاربة الفقر وإنشاء العديد من المشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية. كما أكد الحويج حرص الحكومة على دعم المرأة في تولي المناصب القيادية ودعمها للبلديات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبحث على مصادر دخل بديلة عن النفط في مجال الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة. في تطور قانوني مهم في أحدى القضايا المسيسة التي تدعمها جماعة الإخوان المسلمين ضد خصومها ومنهم رئيس تكتل أحياء ليبيا عرف النايض، أصدرت محكمة المقاطعة للولايات المتحدة لمقاطعة كولومبيا أمرا قضائيا بإسقاط كافة مطالبات المدعين ضد المدعى عليه عارف النايض إسقاطا نهائيا بناء على الإسقاط النهائي الإرادي من قبل محامي المدعين لكافة مطالباتهم
حسب الإجراءات المدنية الفيدرالية. وفي بيان صحفي وجه النائب الشكر لمكتب وفريق المحاماة الأمريكي على استراتيجية ومذكرات الدفاع الناجحة التي قدموها، والتي اضطرت محامي المدعين إلى التراجع والإسقاط النهائي لكافة الدعاوى والمطالبات الباطلة ضد النائب وإغلاق هذه القضية المدنية ضده، داعيا فريق المحاماة إلى الاستمرار في العمل لصالحه ومتابعة رفع القضايا في محاكم الولايات المتحدة وغيرها ضد كل محاولات الافتراء والتشويه التي تقوم بها جماعة الإخوان ومنصاتهم. اعترضت مفوضية شؤون اللاجئين 279 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا وقامت بإعادتهم إلى مراكز الاحتجاز. المفوضية قالت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي في تويتر إنها قدمت للمهاجرين المساعدات الطبية والغذائية، معربة عن قلقها من تزايد أعداد محاولات عبور المهاجرين ومعتبرة أن ذلك يعود إلى حجم المعاناة التي يمرون منها. أقام ديوان مجلس النواب تأبينا لعضو المجلس بوبكر الخمسي والذي وافته المنية خلال الأيام القليلة الماضية إثر إصابته بمرض لم يمهله طويلا. التأبين قيم بمدينة طبرق بحضور عدد من النواب ومدير الإدارات والمكاتب بديوان المجلس وكذلك المجلس البلدي طبرق، إلى جانب عدد من المسؤولين ومؤسسات المجتمع المدني وجمع من أهالي المدينة، حيث ألقي خلال التأبين عدد من الكلمات التي استذكرت المواقف الوطنية للراحل طيلة فترة عمله بمجلس النواب نائبا عن الأمة وليس عن مدينته فقط. الجميع بأسمائكم وصفاتكم نقدم لكم كل التحية لحضوركم هذا التأبين، تأبين رجل من رجالات الوطن، ابن من أبناء هذه المدينة، عرف بمواقفه الوطنية والمنحازة للوطن وكرامته. يقول الله في كتابه العزيز: أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الحضور الكرام، نجتمع في هذا الجمع الموقر تأبينا ذاكرين ومذكرين، ثناء وتمجيدا لفقيد الوطن، فقيد ليبيا، أحد أبناء ليبيا الأعزاء، الذي منذ اليوم الأول الذي حضر فيه إلى هذه البلاد وهي طبرق العزيزة في افتتاح مجلس النواب كان مثالا للرجل الوطني، لابن ليبيا البار، حاملا هم الوطن بين جنبيه، يلفه في عباءته ويتحرك بزيه الوطني الذي يمثل العزة والكرامة والافتخار ويبرز الشخصية الحقيقية للليبيين. فاصل قصير ونتابع بعده في الأخبار الدولية. جائحة كورونا تزداد سوءا على مستوى العالم بحسب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. أهلا بكم من جديد. عالميا، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن جائحة كورونا تزداد سوءا على مستوى العالم، حيث من المتوقع أن يصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 10 ملايين الأسبوع المقبل
وأن يصل عدد الوفيات إلى 500,000. وعبر علي تيدروس خلال مؤتمر عقد بدائرة تلفزيونية مع أعضاء في لجنة الصحة بالبرلمان الأوروبي عن قلقه من تسارع وتيرة الإصابات بالوباء الخميس الماضي في الولايات المتحدة وخاصة في جنوب البلاد، محذرا من تفشي الوباء مجددا، وأضاف أنه عند انتهاء الجائحة ينبغي أن لا يعود العالم إلى وضعه السابق، وإنما يتعين عليه أن يؤسس وضعا جديدا يكون أكثر عدالة ومراعاة للبيئة، وأن يساعد على التصدي لتغير المناخ. حذر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك من تجاهل البريطانيين لخطر فيروس كورونا وقواعد التباعد الاجتماعي واحتشادهم على الشواطئ بطريقة وصفها بالوليمة الجماعية للفيروس، الأمر الذي قد يدفع الحكومة إلى تغيير مخططاتها المتعلقة بإعادة فتح الأماكن العامة. جاءت تصريحات هانكوك بعد انتشار صور ومقاطع فيديو تبين ازدحام أكثر من نصف مليون زائر على شاطئ بلدة بورتموث الساحلية في مقاطعة دورست الممتدة في جنوب إنجلترا على بحر قناة المانش. خسرت شركة فيسبوك أكثر من 7 مليارات و200 مليون دولار بعدما قررت شركات عديدة وقف التعامل معها لعدم اتخاذها إجراءات كافية لإزالة الرسائل والمنشورات ذات الطبيعة العنصرية والمعلومات المضللة. وبحسب وكالة بلومبرغ، فقد قال الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ يوم الجمعة الماضي أن إدارة الشركة لا تعتزم منح أي استثناءات للرسائل التي تنشرها الشخصيات السياسية على فيسبوك، وأكد أن الشركة تعتزم إزالة أي رسائل تدعو إلى العنف. قبل أن نختم النشرة، هذا تذكير بعناوينها. العجوري يعرب عن قلقه بشأن الوضع الوبائي في ليبيا ويدعو المواطنين إلى التعاون مع الجهات المسؤولة. أثيني يثمن دور القطاع الصحي في مواجهة كورونا ويشدد على ضرورة تطبيق الحظر بين المدن. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في ليبيا إلى 713 حالة وتعافي 142 مصابا. وبذلك مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا، قدمها لكم علي جماطي وفرح قدادة. إلى اللقاء.